على الرغم من الأثر الكبير الذي يشكله الشارع في وجدان البغداديين خاصة والعراقيين عامة، إلا أن هناك إهمالاً واضحاً في العناية بهذا الشارع العريق، بل إن أصحاب المكتبات يشكون التضييق على عملهم، ما يثير أسئلة حول مصداقية حرية الطباعة والنشر. الصعوبات جمة، أبرزها أنه الدولة العراقية باستثناء عملية ترميم الشارع بعد تفجيره لم تولي الشارع أهمية كبيرة كأن يكون تسقيف، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية اللي قطعت أوصال المتنبي خصوصا أيام الجمعة، كما تلاحظ أنه منع دخول السيارات لمقتربات شارع المتنبي، يعني المنطقة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الوثبة ما تدخل لها سيارات إطلاقا، وهذا يسبب يعني يمنع انسيابية دخول الرواد، بالإضافة إلى إجراءات كبيرة تضعها الحكومات والدولة أمامنا، يعني وجود ضريبة على الكتاب، يعني الكتاب الداخل والخارج من بغداد يخضع إلى ضريبة، يعني أنا ما أقدر هسه أقيم معرض في البصرة أو في أربيل أو في السليمانية أو في أي مدينة أخرى، الراجع للكتب لبغداد تأخذ عليها ضريبة، بالإضافة إلى الضريبة اللي تفرض على الكتب المطبوعة خارج العراق، يعني كتبنا تحمل سطور تدخل إلى العراق عليها ضريبة.